افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء اولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كانوار في العالم متمسكين بكلمه الحياه لافتخاري في يوم المسيح. نعم لكم وسلام من الله أبينا ورب يسوع المسيح. متابعينا الأكارم ومتابعي قناة القيامة، معكم حلقة جديدة من برنامج صوت ملائكي. ضيفتنا المرنمة خالدة حنا اسكندر، إحدى مرنمات الإرسالية الكلدانية في يانغ شوبينغ جنوب السويد، وحاليا راعي هذه الإرسالية الأب فادي إيشو حنا. في هذا اللقاء هنستخدم اللغة الآرامية، اللهجة الكلدانية، وبشان طواثة قاوت خاتن عززتا خالدة حنا اسكندر من سويد. شينا وبشلامة قاوخن كل أخن التنشوهارة بقاوخ كبيرة إديو وذلن أتتبقت أمخ وكبخ مأيذخ برصوبخت كل شما وخزيان قناة القيامة. فشمان عزيزة وخزيانا أرختن برختة خالدة من شاتة قلبة وتشامة وطلثة وتشقي مطيلة السويد ولا بعياشة من أوزونة هلدها تاما. فشت محكو خاصة بدشنتة ومديروخ خاصة عززتة خالدة لشاتة قلبة وتشامة وطلثة وتشقي من مطيلة خنتاما وآيد برتت ايتا مني وماثت أصرا نيمة عراق وأكيد إدي محكو خبقاوت أتمندي بيا تتبقتا ديخ واوي أوضاع قاو السويد إثوى إيتا أموخ كلدانية تامة لأن آتي والتابعة تأيتة كلدان. طبعا أبد ليلة بسمتا أدناشا دخي لليبا قو بيتا قو إيتا قو يعني قو عراق دخي أخوة دخي أخوة عيشة فإيقتيلا لدي دولتا قو الشمال قو قطب الشمالي ما بودوخ تخبو دوخ أي كبزني أي كباتوخ صعبي وا مرنخ عدل صح يعني ليون وهذا خربته مفكرن وبش يعني بشي ونوا زرته عمر بش خزين ومستقبل هو القيموتي بس مع ذلك قم خزينا صعب بس آلها دائما قهاو منن وكتكلخ الآلها أيكد مشانخ من دولته لدولته ومن دكته لدكته ولن ليب أخنا العراقيين مشانخ من دوكاني فالحمد لله لها منن يوا تيلن السويت بالبداية قصة صعبة وحل خزيلا جو عيشوخ وقمايا جو اجتيلا عيشوخ جو خا كامب كامب لاجئين وتاما كيزخوا الايتاتا اي مد ايت زني وكيزخوا اي مد ايت لبلي ولا نقلب لخوا كيزخوا منين حل مشنيلا الديام ديتا الجنوب السويتش قلا اقامه طبعا لم طول لان كبير الحمد لله تيلا الاطرد تيرا الديام ديتا ديون شوبي شمو جو جنوب السويديلا ايتن وايتا دلاتين ايتا الكاثوليكيه جو لغه سويديه فزلن زلن قاوو بالبدايه كل بو سويدي طبعا قم حفظوخ لي تقصد لاتيني قم حفظوخ لي قم شاركوخوا من نيهن عادي قم حفظوخ لي كتاو ايتنوا ويلبلن ولغة كيدوخوا كيزوخوا مدارس طبعا بس بطر دايقة خزيلا يعني اخنا نقصة يخوا يبغى لان خا اسرع تريسر عوائل مجمع لن وإيتن وخقاشة سريان كاثوليك قاود خا قصة قريبة وإلا لا ورحوا قيديلا يعني فقميت أخوة لكت فترة كيود وانا رازه قو عربي بصخوة بشك بصخوة وكم رخوة تراتيل والحمد لله رخشلة أي فترة إيمان أموخ بدالة إية إرسالية تكل ذاي قابوخن قاوت يانغ شوبينغ مذيثة إيه بطر تيلة يعني أي فترة ولكن بالضبط أبونا ماهر ملكو تيلة السويد فإيقتيل أبونا ماهر ملكو بشلي قم قسميلي ايجا بشلي كيزلوا كل محافظات ايتن وجالي يدين فتيل جيبن شي وكي ودوا لان رازا كود يرخا خا خبينا كيتيوا خا يوما كيتيوا دخد يعني رهما وطالح كيتيوا كي ودوا لان رازا وبشلن بشلا يعني بشلن ثابتين بعد امين تخلى يعني اخلا ايتا بشلا دين اخنا كل دنايوخ وتن رازا بسويدي وقم حد زخلا ايتد كاثوليك يوم حزخ لطالا التن قاشا كيتيلا ده بي الزونة اتخن قداش كد يوم ام كد خوشابة دخل لقي بوخن
ده هاتن تريبين بشبتة الحمد لله أبونا فادي إيشو كي ودلن رازة يوم تشبتة ويوم تخوشيبة طبعا بالإضافة إلى المناسبات خنيت هاوي أخويات هاوت لي كي ودلي هم رازة ويومات خنيت كي ود رازة فالحمد لله ده أوكي لا شما خزيانا خاصة عززت خالدة ذهبي الزونة إلى مسؤولة جوقة لبديشة قلب الأقدس وهي الجوقة تأسيس دياح واو بشهادة 1898 محكي لن إيا تخملت دخت الليلة وتآيت مرتلة من يوم واثت أثراني مع عراق لو مشريلة قاوت إيا خدمتة قاو السويد أنا جو عراق بش كبيرة قاو ديول بانم شي حاي ونوا بش مدري سنوا قاو ديول بانم شي حاي بس بطر تيلن أخا مخدمري بالبداية قدو مش مش مشريلن من جو إيتن وقليشانا وجو عربي فكم رخوة هاد خطراتيل أخنا أنا وخطواتي كم رخوة تراتيل وشماشة قورت خاتي وكم رخوة كلن خد مخوة لرازة قدية طريقة بس بطر ما بتخلن جو أي أم ديتا ديان بتخلي نادي الكلداني ونادي الكلداني وتشجيع دياهن وطبعا طبعا بتشجيع أبونا ماهر ملكو فكي مرقيلة كودوتن خجوقة قد خدموتن رازة بيشوتن جوقة الكنيسة فكبيرة قم عاجب لنا فكرة ومتيلا شمانة كل أني مخكمة بش يعني لكي دخوة لا يخنا شي يعني خاتي أخوة إتي لدي مديتة فلكي دخوة أن كل أن سوراي فقلت بش لنادي بش الجمع لي ناشي فقم بلى يدخ لي وقم شغلوخ لي شمانة وودلان جوقة وتأسيس دي وقاود يرخد قلب يسوعي وفى من هذا قم تدخل شمو جوقة القلب الأقدس قاود يون شوبي ومن آمين دو يومه حل اليوم جوقة ديان الحمد لله ولا برخاشة ذهب الزونة ما قد العدد دي دوخن اديوم اديوم اسري وخمسة حل اسري واشتا برسو بيوخ يا لبناتة بنون وبنات ايوخ بلى بنون وبنات بنات مش كبيرة لي على طول عمر دي داي إلى مخ راب بعمره زور شباب داخلي من شواسر شنو حل إلي أنا آمين مش يا رب وقتها إن شاء مش الله بحب دائما بين أثوخن من هذا ما حكيت نخص العلاقة بين أعضاء الجوق التوخن تدريبات ذهبية الزونة عازف الجوق التوخن همين تدريبات دي اتلن تدريب كود أربو شيبة بلى مستمر إلي تقريبا وقبل إدوات ومناسبات رابي أو إنهاوتلن أخو مشاركوكو مهرجانات قاود أمسيات فبشكو دخ تدريب مزيد دخ ليومات دي صعب إلى طبعا أخنا كل وأعضاء الجوقة جمعي وبلخي لأن ظروف الشولة وظروف الحياة وجو السويد خشكة قهاوي يعني من ثلاثة وبلقك باش خشكة ناشا لك خاز بعد شو مدي لك يد بشلا بليلة بابر فبس الحمد لله ما عدا ظروف الحمد لله أتلن تدريبات مستمرة إلي ودربو شيبة وبقرخ العازف جوقة إيهم التنخ عازف زوري الخاق الصق عمر بس تابش لشواصر شني أني خاش تشني والمنن اي طاو او شيء ليلي ليدي يعني ما كمري يعني نوطات اخنا نقول تراتيل دي لت نوطات من دي بس سماعي لك شميلي شميله ترتيله فدايق لراسا واوكي قرخشه شت معكو خاصه التراتيل ما بالخوتون امل لشان بش كبيره لشان كلداية عرباية لشان السويدين شو دموخ أخنا لكيدا خمدي طاوي الليل طاوي بس الحمد لله أخنا أنت عايشي قدية مدينة ديا بش كبيرة لشانهن أتسورتي لي محكي سورت كلك محكي كلداني أكثرية وإتن أني دي لي بش زوري أدي لي هوي أخا قاود سويد أني همنا سورد بش كيدي يعني أكثرية دي حين سورد كيدي لو سويدي طبعا عربي لك كيدي كبيرة فأخنا بش كبيرة قد أمر اختراتي لو مرات لغو إيتا تناشي مؤخنا هولا مراتولة تناشي شمي فكم رخ قدو لي شانت بش فهمي لناشي
فبش كم رخلي وطقسة ديا كم رخل قاود لي شانت سورة كلداني اتن خكمة تراتيل بسورة اي محكية واتن تراتيل قاود طقسة لي شانة قديم لي شانة ديا وخكمة تراتيل كم رخ خكمة بين مثلا مناسبات مندي كم رخ سويدي مثلا او انجليزي مثلا مناسبات مخدمري طالخ فبرخخ لي شان خلني بس بش قصة السورة أو قمايل الحمد لله. دها إدارة جوق جيبة خالة جوقت لبديشة إيه الفرق بين إدارة وتدريب جيبوخن؟ تقريبا يعني إداريا ولا مقسمح اتن ولا نويدي مؤخرا كودخ انتخاب وكودخ لجنة العليا واللجنة المسؤولة عن الجوق فإتلن خقص التنظيم إتلن نظام داخلي ولا نويد أخنا بيناتن جو بيناتن يعني وطبعا برعاية أبونا فادي إيشو فولا نويد نظام داخلي وقرخ شخ إله فإداريا مثلا أنا مسؤولة الجوق أيوان تنظيم تحديد مواعيد يعني تدريبات ديا اي ما يومات بخد مخ لرازه مثلا مشاركات مشاركو انهاوي مهرجانات انهاوي مناسبات خكمه بيني ايت سويداي يعني كاثوليك سويدايك طالبي لن دوكان مثلا زني مهرجانات ديهن امسيات ديهن زني زمروخ مثلا ف كلت اني اداريا انا كودني بس اتلن مدرب الجوقه وبالاضافه الى الموسيقي اتن لجنه ترفيهيه لجنه الماليه لجنه فهلا مقسمح خا خا لجنه زرته بيناتن ولا نويده قرخ شغل دوا نظام اتخن ويب سايت او صفحه فيسبوك صفحه الكترونيه خاصه بجوقه لبديشه القلب الاقدس طبعا هو زونت كل لازم هاوتلن فاتلن فيسبوك صفحه ديان صفحه جو سويدي كتوتا ديت هيلي جاندي اتلن ماسنجر كل لقاءات يعني كل مثلا اخنا نجد محكوخ من خنا اجد محدد مواعيد مندي فاتن ماسنجر بيناتن واتن صفحه فيسبوك ادرخ شخلح خك ما بينك دريان مثلا تبليغات جو انستغرام شي طالت خك كل خازيلي ما طخ بعدين تيك توك واني برخ شخ قوي تخيل رخش ما نت خكمة من بابا واثن بيش لي مرعيانة ايه ارسالية دش انت رابي ماهر ملكو ودهب الزونة الى رابي فادي ايشو حنا فدورة بابا واثن امتية جوقة ميلة دعم ديدي طبعا كبيرة لي يعني اخن شد امرخ من بديلا من ابونا ماهر تشجيع ديح كبيره بيني مثلا كي ولن ادوار اخنا اتخد مخل رازه تقريبا كل اخنا اتخد مخل دار رازه شما شخ ما بينك باي قصه كبري كل جوقك شغلالة فاول من دي كل بشك حافز لن اخنا طال اطخ وزمرخ وبش مطورخ قانا فابونا ماهر ودله كبيره مساعد لن وقاش خن التيل ايتن لان ابونا ماهر بالبدايه وابونا فادي يشو بالاخير بس اتنوقاش خنت لي على مر السنين فكل الحمد لله قم سعدي لان قم منديت كبخوه او مثلا سام قخوه اد مسعدي ولا لي امري ولا يعني بلا شمعو خزيانا خمدي خنا الارختن برخت خالده إلى شمشت قارورة فلك تغدى بقدوخ لخ يمكن شمشت خاصة خالدة قائم قبل خية خدمته ديخ ورخ إلا وإيباخ آية أوخ مخ وتمزمورة أم الجوقة لبديشة وإدارة ديدة بنفس الأدانة كم شمشت شماشو تخدامة إلى شماشة خدامة أو هم خادم إيتا وإحنا نهار ولن بخدامة قاود إيتا إن هو يلبان بشي حايا إن هو جوقها وجوقة أو إن هو من شماشي ف
بس انت وابونا فادي ايشو كيمر كبخ او دخ خكمه شمشيات اخا ايتا دين شي يعني خكمه خن خازيلا مثلا ندي له بالزور يالا وبالزور منن اتخازيلا مثلا بان اخنا ندخك خدمه جو ايتا فمرن اوكي لا مشكله اخنا خمسه بختاتي اخوه واربع غوريوه فتيلي ابونا او سيدنا رمزي قرمو تيوا لخاول والبركة طالا وخيو مبسيمة وخبرن خا شعور خنا بشل طالا بين أخنا إيبن بعد أسقخ المدبحة وقاروخ فبش بسمتا أما خدمة القداس يعني أخنا مثلا قاود إيتا ديا لكن إيتا تخصائت اختلاف كد إيتا مثلا بس أخنا قاود إيتا ديا شماشي التنكلية بش مدبحة خادم شماشة خادم رازا واخنا جوقت خد مخ لرازا يعني دور الشعب مثلا مساعدو الشعب بمارة من ناشي مثلا لاخو مارا قديش آلها كل مديان أمري لو مثلا قهاوي تري قودي شماشي واخنا جوخة فانا اي بي امرنا هتخا حالة حتى جوقة ولا بيشي كل مخ شماشي دي لي بخدام رازا امين عدا خدمة دقيتا ده مناتن مشمتن خمندي محضر تحت كل شما وخزيان قناة القيامة ايه قصة قالي ليل هادخ بسي ما لقم ممريان ري شوخن فمري ودي اختيار خا مزمور 150 قولي لشانت سورة محكيتك محكوخلا اخنا كبيرة عاجب لي او مزمور دائما كمرني وامسيات قاود مهرجانات لان قراهم اخنا كجوقة وكدور ديا مناتا مشبحو تمريا بقدشي مشبحو لي بشمية قوتي مشبحو لي بقو خيلة ديه مشبحو لي بقو كاملوثة دربوثي مشبحو لي بقيثاري وكناري مشبحو لي بدبي ودهولي مشبحو لي بعودي وكماني مشبحو لي بصنوجي مرقالة بالسيمة مشبحو لي بطرابد إيداتا مشابح تمريا كل من تقتلي روحة خاي آمين آمين بس مجانا خصلاتا قبلت كل عم نمشي حاي آمين يا رب إن شاء الله ده بس زونا ألها مبرخ ل شمشت خالدة بخبيتو تقديشة شما وخزيانا إلى قورتا من أخونا نجيب شمعون آدم شلاما طالة التي طلطي اللوذة دور ديدخ شمشتا كيمة كشمشتا كمرتلة زمرنيثة تمرني شامشيحة تيت بيتوتة قديشة خاصة انت يلوذ ديخ كذا تعيشن يريخ وتنعيش قاو سويت مجتمع شخل بالا اتخن تحديات كبيرة عسق واثا ليلى سناهي طبعا خاها وتل عائلة ويالي ومجتمع خاتا ولازم يالن مرابخ لي الأخلاق ديا ودين ديا وأني ولي بعياشة قوخا مجتمع علماني اللي بش كبيرة طبعا كلا كيدو ليلة سهل بس أوى مندي يعني حتى يالي أنا يعني خزيلي من أني زوري وحلدها أديلي بخزايا مثلا أخنا دخيوخ بيزال الإيتا ودخيوخ بخدامه ودخيوخ يعني حتى خك ما بين يالي كمري ماما دخي بخآتي هتخا بلخد تأيتا فيعني لك جهيات ليه دخ بزالخ الشولة وبزالخ الإيتا وبزالخ بتيت منظيفة وبتيت بودت شولات الحياة ليلة قصة بس كخازي يعني أو مندي يعني دائما يمرنا يا أخنا ما قد بلخ أخت آلها بشفة ولا وآلها كي والخيلة وقوتها طالا تبش هاويبا فالحمد لله صعوبات الحياة كلي كل قرخشي من ما قد ناشا هاوت لإرادة وما قد ناشا بالخ قو أرخد آلها وبالخ عدل قو أرخد آلها كل مندي إن شاء الله أن يلوذ همن قلب سيمل أو الوير قاوت إيه جو قديم ميك مأسسالة
أني لها دخ كزمري قبيتها بش بلى كبيرة بش كبيرة، بس تلي بروني زورا وبشي وآخر شي بش لمني ده تشوى سرشنة ده باش تماني سرشنة، بس آوى بش بشي وبش قم عاجب لي اتوالي يعني شماوة وعاجبها الموسيقى، فمن هذا قم يعني خزيلي هو إيبي وتيلي شمالي، فبتيلي منن والحمد لله من تعليم مسيحي قدا يقوى، من آوى زورا اتوالي 8 شنة 9 شنة قدا يقوى وتعليم ويا البانا مشي حايا قدا يقوى، بلى وبعدين تيلي جوقة سنقلا إلي تيلي جوقة وحلدها أولقا وجوقة بشلي يعني بشلي قاوة شو ولدها بغزايح بين أي جوقة دي حيلة كبي بش بعد مطورة وموسيقيا شي بش مطورة وإن آمين شاء يا الله رب. بخير تعالى. شتا مخادخ عازف جوقة لبديشو البرونخ أوزورا بروني بروني لو زورنج بروكتا لا إيمن غزيو خيم وبرونخ خدمي نفس الدوكا قاوت إيتا شمشتن. صحيح صحيح آمين يا رب. بابا أخونا نجيب كاولخ مجال تدعوذت كليا خدمة ياثا إيه طبعا ان اخنا يعني اخت كمري ما قد ها بلطن ومضحيا جو بيتا جو عائله، فيار زوري قدي وزوري مثلا ده بشتي راب الحمد لله، بس هي قدي وزوري من لمسه عدوالي يعني مثلا ونجيب من لمسه عدوالي جو بيتا جو شولا جو لو بولو بيتويو وشقالو، هي انا لقها ويبوالي خد منوه، فالحمد لله قم ساعد والي وكل من دي وحل دها حل اديوم. آمين ألا شوق لخنت أغذاذة من دي خناك مقدمة قاوت إيتا إيوة تربيتا ديو البانا مشي حايا يعني زمرانيثا وشمشتا وربيتا كملبت كل أن من ديان اتخ أدانا طلي لا ليبي امرنخ ليبي امرنخ بالضبط ادناش اتل دانا ليبي ناش ليل سوبر سوبر وومن بيشن اتبلخن كل نيشولاتا، بس طلبا من على هذا اول اللي خيله آمين ومضحيا ما قد هاوي بي مضحيا انا قاوت دانا دقي اديل الدقي مثلا ياخد دقي او مندي، فطلبا من على هذا مساعد لي طالد هاوي بي قدو دانا انا خدما ايتا وبش قوة تكيتالي الحمد لله. آمين شمع وخزان عزيز أطبخ تبرخته قالك تأذغ قيمتح دي خواوة بحيث دها بيت عمره ولم قدوم خدمة ياثم شخل باب ايتن قدشته خالي دحنا اسكندر إلى مناش الزاخو بالأصل هو زنيثة اي الدكثة الى مخماثة هوز تركيا لخشون ده اي بناشت ماثة لا 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 هذا ليبا لا بلا ليبا ده قاود زاخو ايكا وتوا ايكا قملخ بما ايتا ماو تبياضة ختمت ياثة خن تخير خمن دي بكريوثة بدشنتا وتو ملوب يلبانا مشي حايا فمنيتا مباش قتلت كل شما أخزيانا زاخو يعني تقريبا كل حياة دي انتامي ومن زوروتا يعني كي زخوة الايتا ايتد مارغوريس تامي زاخو يعني كتخرا ولو اني طلعتيش بشولي اخا قاوت سويت، بس كتخرا انا ولو نزلت العراق ابد، بس كتخرا دخيوة ايتا دي ايتا نشطة اتوالا يعني كبيرة دورات كودي وطالا دورات لاهوتية دورات اللغات لغة يعني لغة الكلدانية، فكبيرة يلبلي من تاما أوخ أساسي لأنك خزيان إيطالي أساس دي إيتاما يوا، فيلبلي كبيرة من تاما دهويلي بقمتينا مني لخا وهويلي بقم قم سعدالي أني مدياني، لأن يعني قد أتيد آت من خدكتا يلبتا أساس دي خاو قوية، فطبعا كل مديان خن بيشي سناهي جيبخ، فاني خدمتياتا كل بشلي سناهي لان اتوالي اساس واختي لي قم مزيدا مدهوي لي بمزد لي اليبتي أمارخ إيتت مرجورجس دي لقاوت حي النصارى زاخو ايه هل دها أمخ أنا بناثة أنا شباب تواوي أمخ
قاوت يلبان مشي حايا أو تكمل بتي إيه تواصل بين أثوخن قاقا؟ ايه خك ما بينك خزيان جو علمة كله يعني دي خزي لسفرات دي المندي بامر انا ولا خملبتي قاود عراق قدي وزورة. بس طبعا انا قلت خزيانة راب بيشي لك تخرني اني اكتخري لي طبعا، بس انا لي خزيانة يعني لان انا زوري وانا اكتخر، بس كبيرة ولي خزيتك ودولاتها من ريبلي اخنا طلاب دي اخي وخو قاود عراق وفلان شيتا، فطبعا بسخوطة لربتا قدناش خازيلي اني ودي لي بيشي رابي وتخريلا، فالحمد لله بس يعني ناشك باسخ قاويهن. هم الملبلغ قاو السويد وآيت إيوت مسؤولة جوقة من ويت وملوب غزالة خكمة أموخ من يلوذ ديان إتا موهوثة قالة بالسيمة أو كبت أور الجوقة كم وجهت تأيت من دي همين؟ إيه أخنا نجمل بوخ قويل بانا مشي حايا قمل بوخينا، لأن خاصة كده دخنا نقوي تديا نقاو التناول الأول قد مل بوخلي كبيرة قمل بوخلي رازا قمل بوخلي تراتيل قمل بوخلي، فكبيرة من نيحن اتلن يعني أخنا نقوي يمدي تديا اتلن جوقة شباب بش زوري يعني، فالحمد لله يعني ايتن كل اني دي وقوي البان مشي حايا من نزوري اني دها هولي قدية جوقة زوري اي بيخا اني شي اسر وخمسة بناته وبنوني كيتي الجوقة يعني اتخ جوقة يا زوري مو زوري بش شباب زوري يبن امروخ لي، فالحمد لله وانا دائما اني شي مشجع عنا يمرن اخنوتن بيشوتن دها باتوتن بدوكتن، لان يعني اخنا بطرخك مشني اخنا بالطخ اخنا مو بالطخ يعني من ايته لا بس يعني اخنا بخالص دورديا بات دور ديوخن لان اخنا تنيوتن بعد مستقبل دي ايته، فالحمد لله ايتن وايته ايتن دائما متجدده لا ودائما كيتي زوري بالزوري منن، فالحمد لله ملبلغ قاوت اصلا مع عراق ملبلغ قاو السويد وهلدها هل إيه الزونة فأسلوب ملوب جابخ ما متبعد بش كبيرة أسلوب دملوبي أنا خريجة مع التكنولوجي وأنا بلخلي معلمة خمسة شن نقول عراق قبل أتينوا، فإتلي خا نوع من الدخ يدا دخ ملبن دخ ممطنة مادة تيار زوري أدين أين هوا يزورن هوا رابي، وبعدين أنا مخ جو عراق مخدمري جو إيتا ديان جو زاخو إيتن وكبيرة دورات كو دخوا دورات لاهوتية أديوا قاشي ومطراني كبيرة رابي ودوزونا وحل دائي تخكمة منيهن بيشي، فيلب لي كل آني أساسي وطالي تزد معلومات دي قاود دين وقاود حياة وقاود كل من دي أدهاوي بممطن خمن دي تيار زوري كبخت إيدخ البرصابخ بش كبيرة شمشتا ميل أصلوثخ كديوم التخشفة أتا قابت من قديش ديان قديش ياثا ديان قدت كثاوة قديشة كد يوم إيوة شمشتا كثاوة قديشة خمن دي ضروري لقو حياة ديان إيه قريا كثاوة قديشة سلوتة وردية بسمتة لكبيرة أدناشة مصاليلة وخكمة بين مصالوخ لمنيالا سلوياتا عادي كتاوة ايتن كبيرة كتاوة سلوياتا كده تينا اتلان كتاوة وقو عربي لي مع الأسف يعني بس كده خو قاروخ لي بس سيما لأنه لندريس عربي، فايت كل أني مديانك مزيدي لبش كبيرة هيمانوتن ويلبخ أخنا بش كبيرة مديانة خني تمل بخ لي مطلع حوتامة ايت كلاثة برختة خاطن عززتا رختة خالدة حنا اسكندر منيت أنت منطقة شلام أنت كل أعضاء جوقة لبة إيشو على القلب الأقدس وترابي فادي إيشو حنا دايمك متمنى طلوخن خير وبرك آمين. شكرا طالخ جنان لدوا لقاء بسيمة، شكرا تقناة القيامة ولا طالا أي فرصة محكوخ من خنخنا ومحكوخ تناشديا، وشكرا تدان عسكر وقدايا مناسبة شي كبانا مقدما شكر خاص طالد أبونا فادي وطالد جوقة ديان بمناسبة مرور 25 سنة للتأسيس ديو، فدها التن احتفالات ودي سنة اليوبيل الفضي الجوقة ديان وهوتن بسيمي
بس ما جانا خوتودي خاتن عززتا شمشتا خالدة حنا اسكندر. شكرا. شما وخزيانا منن حبه وشينا وشلامه.